أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مجلسنا في هذه الليلة يلقيه على مسامعنا سماحة الشيخ أحمد الأنصاري، فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. على حب أبا عبد الله الثانية. اللهم صل على محمد. على حب الزهراء بعلى أصواتكم الثالثة. اللهم صل على محمد. السلام لقضاء حوائجنا، تعديل أمورنا، ظهور ولي أمرنا، من له حاجة قلبنا الدعاء، شفاء المرضى، فك الأسرى، أموات الحضور، تعجيل الظهور، رفع الهم والغم عن بلادنا، عن مقدساتنا، خاصة في النجف، في كربلاء، في الكاظمين، في سامراء، في العراق، في لبنان، في أفغان، في الخليج، في الحرمين الشريفين، في إيران، حفظ شيعة البحرين، شيعة الحجاز، شيعة اليمن، حفظ مراكزنا، مقدساتنا، حفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان، خاصة في أول ليلة من سنة 1400 هجرية من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي فيها مستودعات من المعاني، من الآيات، من الدلالات. يستحب في هذه الليلة ركعتان بنية أول السنة أو أول شهر محرم الحرام. تعقد النية في مثل هذه الليلة للعزاء للحسين. شلون نعقد النية لعد شهر رمضان؟ نعقد النية بالحضور في مجالس أبي عبد الله الحسين للتفهم والإيقاع والتفنن والتعلم والتدرس والتدريس في معنى الإمامة التي جسدها الإمام الحسين عليه السلام في إمامته. يستحب في مثل هذه الليلة أنه الإنسان حتى يلتزم بالسواد ولو على باب داره، عن الإمام الصادق عليه السلام أن من وضع علما أسودا أو شيئا من السواد على باب داره فإن أمي فاطمة تدعو له في مسائها وصباحها. يعني يكون يصير عندنا تغيير، يكون يصير عندنا نوع من الالتزام. فكيف إذا كان، كيف إذا يكون نحن في مجلس أبي عبد الله؟ من مشى قدما أو رفع قدما لمجلس أبي عبد الله من بيته نحو المجلس كتبت له 1000 حجة، 1000 عمرة قبل أن يضع قدمه، وكأنما عتق 1000 أسير من أبناء إسماعيل
الأسير مو الكافر من كل شيء. يستحب الصوم بكرة غدا حتى لو الإنسان ما يقدر يكمل يفطره، لكن نية الصوم تستحب. واللي يريد الذرية الله مو منطي ذرية، أو يريد الزواج، أو يريد الاعتدال في بيته أو لأولاده أو لبناته، فيستحب أنه يصوم بكرة. صوم الغد يعد من أفضل المستحبات التي يقول فيها المرحوم العلامة مؤسس حوزة قم شيخ عبد الكريم الحائري أعلى الله مقامه، يقول في مجلس الحسين وفي يوم محرم الحرام أنه مستحب تنطوي فيه آلاف الواجبات. يقولوا له شلون؟ يقول كحامل الدواء. شلون واحد يحمل الدواء إلى المرضى؟ يطونا كروة، يطونا إجرة 50 دينار، 50 دولار، 50 فلس قبل، هو ما يدري شنو هبي، لكن إيش قد يحيي. يقول نحن نجلس في مجالس الحسين لا نعرف ما فيها، وما يطلنا أجرة الحمل، يطلنا أجرة الشفاء، أجرة الدواء. لهذا شوي يكون الإنسان يلتفت لعد هذه الأيام العشرة مع الوضع اللي هسه موجود نشوفه في آخر الزمن. خير ذكر يذكر فيه في مثل هذه الأيام وهو كلمة يا حسين. كلمة يا حسين التي يعبر عنها الإمام الحسين عليه السلام في خلقته النورانية، كنا وما نزال حينما خلقنا الله ونادى بأسمائنا، فلما قيل يا حسين فصاحت الخلق بأجمعها يا حسين. يا حسين أن نكون ممن يقول يا حسين ويتنشق بيا حسين. أكثر من هيك شيء يقول المعرفة، تعلموا ولو بحالات. وهذا اللي إذا نقدر السنة نتطرق إلى مواضيع المعرفة للإمامة أو الإمام الذي يظهر فيه أو تظهر فيه المعالم، خاصة في الإمام الحسين عليه السلام. نشوف الله شنو نتعلم منه، ماذا نريد. القصيدة نتعلم منها شيء، البيت نتعلم منها شيء، وهم بنفسهم يقولون بعض الشعراء لا ينطقون عما يعلمون، بل إنما ينطقون عما يعلمون أو يتعلمون من باب الغيب. يا دعبل لقد نطق الوحي على لسانك يا ذعبل أو يا دعبل. لهذا هذه الأيام أيام شريفة، قلة التفكه، قلة الضحك، قلة حتى عدم الحرمة، الاحترام للأبوين في هذه الأيام. سبحان الكريم، يعني لو واحد يقول ليش بهذه الأيام هل قد مؤكد على حرمة الوالدين، أن أبوك إذا يدش ويطلع قوم له، قوم تماما، أمك إذا تدخل وتطلع نفس الشيء. حرمة الأولاد، أنه الطفل الابن البنت تكون تعرف أنه بهاي الأيام أبوي يتغير إلى الأحسن. صار لما قل له سلام سلام، بس هسه يقول له سلام بوي حبيبي شلونك عظم الله أجرك، يعني أكو شيء يكون يتغير. زين، واحد يفيق واحد للصلاة، وهذا الحديث اللي دائما أذكرنا، كذب من يدعي أنه يحب الحسين وتفوته صلاة الصبح. بالله نقدر نلتزم بصلاة الصبح هاي الأيام العشرة. وأما زيارة الحسين عليه السلام، يقول الإمام الصادق ليس منا من لم يزر الحسين في يومه وليلته. زين، إحنا كل يوم نزوره، هاي الأيام كم مرة نزوركم؟ يقول مو أقل من 3 أوقات، مو أقل من 2 أو 3 أوقات يكون الإنسان يزور. ليش؟ لأنه زيارة الحسين فيها أشياء عجيبة غريبة. السلام عليك يا أبا عبد الله، شنو معنى أبا عبد الله؟ ما ندري. زين، هو ابن الكبير الإمام زين العابدين، ابن الصغير عبد الله الرضيع أو علي الأصغر. يقولوا له الروايات العدنة يقولون 17 ولد عدى استشهدوا الإمام الحسين،
من أبو يوم إلى 18 أو 27 سنة، بعضهم 3 شهور، بعضهم 4 سنين، بعضهم 2 سنين، بعضهم 5 سنين، بعضهم 6 شهور. لهذا حتى بهذا بخلنا بأقلامنا بمعاهداتنا. ليش بس كل هذا ينطوي؟ وليش هسه نكذب؟ قبل كانوا يمحون الشيء، يمحون الشيء، هسه قاموا جماعتنا حتى المعممين بالأسف الشديد، حتى أهل الدراية، لا هاي ما تصير لأنه ما يخالف عقلك، بالله عليك روح شوف عقلك، أنت هم عقل بشري. لهذا نسأل الله في هذه الأيام أن يكف عنا الأذى بظهوره. هذه السنة سنة 1400 أكو قصيدة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام يتحدث بها حول ما يجري في العالم، وخاصة ينطلق بها الانطلاقة العجيبة من وضع اليمن. يقول 4 سنين، 3 سنين، 5 سنين اليمن إلى سنة 1400 فتنتهي الأمور في اليمن، فإذا انتهت لا تنتهي إلا بظهور وليكم. هسه شكثر هذه معناها، شكثر عدها، شكثر بينها وبين اليمن يصير وقت ما ندري. أنا ما أحللها هذا الباب، بس أقول يربطنا إمامنا، إمام الموحدين، إمام الأنبياء والمرسلين بعد سيد الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين، أمير المؤمنين، نفس النبي، عين النبي، يد النبي. مو النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا من علي وعلي مني، بالحسين يقول حسين مني وأنا، بس هو يقول أنا من علي وعلي وعلي مني. زين، نفسي في علي وعلي في نفسي، القرآن الكريم. وأنفسنا، ما قال علي، ما قال أصهارنا، ما قال أبناء عمنا، مو يطرقع تصير إن أنا إذا قال ابن عمنا كلها تدعي أولاد، إذا يقول إخواني كلها تصيح إخوان. قال نفس، عبر عنها القرآن الكريم. أن لهذا هذه الأيام الذكر يا حسين، ففي يا حسين كل شيء حسن يعد يا حسين، كل شيء حسن خلقه الله فوضع في الحسن، وكل شيء ازداد حسنا على ذلك فسمي بالحسين. ألا وإن في الجنة أشجار سميت بالحسن، فحينما يفوح عطرها تغطى الجنان من عطرها. يقولون ما هذا؟ يقول لقد أمر الله بحب الحسن أن تنفخ هذه الأشجار بأعطارها بعطورها إلى من أحب حسنا وحسينا. والنبي يقول من أحب الحسن والحسين، انتبه لي، من أحب الحسن والحسين لن تلملم، لن نفي الأبد عند الأدباء، لن تلفح وجهه النار. اللفحة شنهي؟ طالع برا مسوي نار، تشوف شلون تكر النار عليك بعض الأحيان من الهواء، كأنما تقول راح أحترق، يجي لهيب منها يصفع بالهواء ويروح. هاي قلوا لها لفحة، لن تلفح النار. من أحب حسنا وحسينا لن تلفح وجهه النار. فكيف إذا كان بمجلسهم؟ كيف إذا كانت بالدموع؟ زين، كيف إذا كانت في مثل هذه الأيام بالحضور؟ شوقه المجلس ترى مو نحن بس لنصلي، مو بس إحنا اللي ندعي، مو بس إحنا اللي مخلين لحى، مو بس إحنا اللي مخلين عمائم، لا، مجلس الحسين يدعو كل إنسان يريد حرية الفكر، حرية النفس، حرية الإنسانية التوحيدية. حتى لو كان مسيحي، شوف المسيحيين ايش قدر كاتبين حول الحسين. البارحة كنت طالع بكتاب مكتوب قبل 170 سنة، 200 سنة، زين، لعد أحد العلماء الكبار يذكر من مؤلفين كبار من أهل الديانات الأخرى، من المسيحيين، من اليهود، من غير ديانات حتى غير سماوية، من النحل، يكتب أكثر من 30-40 عالم كيف يتحدثون بس حول مجلس الحسين والجلوس فيه.
يقولون من أصابه هم وغم حتى لو كان غير مسلما يدخل فإن الله يذهب بهمه وغمه. فايو كذب يصدق وهيج، فإحنا نقعد يكون نشوف. لهذا اليوم علم الطب الإسلامي يقول مجلس الحسين إذا جلس فيه الإنسان وذرف دمعة فيه، فتشوفه من يريد يطلع من المجلس ما هو حزين، فرح. يقول وهذا المجلس الذي يختلف عن بقية المجالس، تلك المجالس فيها سكر وجنون، وهذه المجالس فيها در وعيون يرتاح الإنسان فيها. فنسأل الله إن شاء الله نكون من الصائمين في غدنا، ونكون من المستأنسين بذكر إمامنا وحسيننا، واللي يجي يكون على وضوء، واللي يجي يقصد التقرب إلى الله، لأنه مجلس الحسين عليه السلام كما يقال عن الإمام الصادق يذكره المرحوم الششتري، يقول إن مجلس الحسين من جلسه فليوقن أنه جلس تحت العرش، يكون عندك يقين أنك أنت تحت العرش. زين اللي تحت العرش شنه من درجة عنده حتى يرتفع هذا المرتفع؟ يعني شنه؟ يعني أسطوانة التوحيد أنت تكون، يعني أعواد اللي فيها حكم التوحيد أنت من هاي الأعواد. شوف وين بس مجلسك، ما قالوا لك بكائك، ما قالوا لك نداءك. مولانا بعض الأحيان واحد يصعد مثلي ما يعرف يقرأ، يقول أنت رايح لعد المجلس اللي هم قايلين لك هذا يقرأ لك، مو شرط. بعض الأحيان تدخل على بيت أبو البيت ما يجيب لك الشاي، الخادم يجيب لك الشاي، مو معنى أنه ذلة، لا، هذا البيت هذه كرامته هيج، في خدم يجيبون لك شاي، يجيبون لك ما يجيبون. ولنذكر أهلنا، آباءنا، أمهاتنا، نذكر الآباء، نذكر الأمهات، نذكر من انقطع السبيل به إلى مجلسنا هذا ومضى تحت التراب، نذكر شهداءنا، نذكر علماءنا. أكو عالم ما مذكور، ذكروه مو إلا على المنبر. أنت من تجي يقول أنا أروح عن هاي الجلسة، أروح هذا المجلس أريد ثوابه يكون جلوسي، وهذا المجلس يكون للعالم، لعلمائنا، لمراجعنا، لشهدائنا، لشبابنا، لفتياتنا، لناموسنا، لبيوتنا، لعوائلنا، حتى من شوية مال عن الطريق، حتى تكون الروضة حاكمة، الارتياض حاكم على القلوب في محبة أبي عبد الله الحسين. والكلام طويل إن شاء الله في الليالي الأخرى، وما نريد نطولها ندخل. لهذا تشوف في هذا المجلس أو في هذه المجالس تشوف يصير تغيرات، أنت كل ما فيك زيد عليها، أطلب من الناس، مو إلا هذا المجلس، أي مجلس اللي كان، حتى لو بهاي المدينة، حتى لو بصفك حسينية، أدعو لها أن الحضور يكثف مو يقلل، مو يقلل. أنت جهز الناس أنها تروح للمجالس، وين ما تريد تروح تروح، فالحضور يصير وأنت سبب صير في الحضور. كن مؤذنا، وأذن في الناس يوم الحج، وأذن في الناس يوم عاشوراء، يوم محرم. لهذا لا تقول عد لا ما أقل لعد فلان ليش ما يجي. حبيبي أريد أكون يعني تروح لعد مجلس وتدعي لي، مو إلا هنا، مو هسه هناك يجي يقول أنا أريد أصير خادم، مرة أخلي لك شاي، مرة أقول لك سلام عليكم بالمجلس الفلاني، بالمجلس الفلاني. لهذا هذه الأيام كون مجالسنا تكون مكثفة عالية، حضورها يكون عالي وراقي. فإلى شرف شهدائنا، علمائنا، نصرة حشدنا، جيشنا، نصرة مقاومينا، مجاهدينا، ساداتنا، قاداتنا، وإلى من مات على الولاية، خاصة الذين كانوا معنا في هذا المجلس من الشاب يوسف، وأمواتنا اللي كانوا أيضا في مجالس أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ولقضاء حوائجنا على رأسها، والكل في الكل فيها ظهور صاحب العصر والزمان عليه السلام، رحم الله من قرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
كنت أذهب وإذا بالحسين خلف الخيام بعد أبي الفاضل يروح يأتي ويروح وهو يضرب على صدره وزينبا وعباسا وزينبا وعباسا حسين يا حسين مولانا
الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين أين الحسن زماني وحوج الحال يا
الشبيب واليتايا تصارخ الأطفال ولا ظل لي بالخيل خيال يا 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 ولا ظل لي بالخيل يا يا الخيال قل لي جعشور جعشور يا ابن امي ويذكرك يا اي والله جاب طيوف لعيوني كان عايشة ويا يا اي اي والله كان عايشة ويا اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم كل ولي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. كيف الإنسان يتعرف على الإمام أو من هو الإمام الذي يقال فيه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية؟ والموت الجاهلي طبعا موت في النار، طبعا موت لا صلاح ولا إصلاح فيه. وهل أن الإنسان عند تكليف في هذا الباب، والتكليف هل يأتي على المعرفة الظاهرية، وهل المعرفة الظاهرية توجز في الاسم والرسم والمكان والزمان فقط، وهل غير المعرفة الظاهرية توجد معارف أخرى للإمام؟ فإن قلنا بالمعرفة أن المعرفة على قسمين ظاهرية وباطنية، ما هي حدود الظاهرية؟ ما هي مفاهيم الباطنية؟ هل يكلف الإنسان بهذا كله؟ وما معناه؟ شوف الباب ينفتح على مصراعيه في هذا الشيء، بحيث أنه اليوم ما نودي بالإمامة قط شيء من الأشياء حتى بالنبوات. يعني النبي الأكمل النبي الخاتم نودي بالإمامة، النبي إبراهيم عليه السلام الذي جاءت له الإمامة وسمي بالإمام كما يقول المفسرون أنه بعد النبوة وبعد الخلة أو بعد الخلة والنبوة والرسالة والقرب الإلهي الله سمي بالإمام. والإمامة في زمن الخاتمية أو الإمامة الخاتمية سواء في نبوتها وفي ولايتها وإمامتها تفوق جميع النبوات. لهذا إحنا اليوم عندنا مشاكل أو عندنا مسائل كلنا كمسلمين أولا،
وكمنتمين إلى أهل البيت عليهم السلام، كمذهب، كمعتقد، كعقيدة، كإمامة. ثانيا تشوف عندنا لا شيء لربما الغير يعرف عن أئمتنا أو يعتقد بأئمتنا أكثر. مثلا أنا من أروح للإمام الحسين في كربلاء ممكن أعتقد فيه أكثر مما أعتقد هنا، وبعض الأحيان بالعكس هنا عندي اعتقاد. لهذا الحديث الشريف من الأحاديث العجيبة، الحديث الشريف من الأمور الملمة زين في هذا الباب. فيجب على الإنسان أن شوي يخضع فكريا عاطفيا جسميا. ليش؟ يقولون لأن الإنسان هو المكون أو هو المخلوق الوحيد الذي اجتمعت فيه العوالم الثلاث في الحياة. اجتمعت في الإنسان ثلاث عوالم: عالم الناسوت، وعالم الملكوت، وعالم الجبروت. بمعنى عالم العقل، عالم النفس، عالم الجسد، عالم المادة. ما اجتمعت هذه الأمور في مخلوق. حتى في الملائكة لما تجي الملك عند عقل، عند نفس خاص، لكن هل عنده جسم مثل الإنسان؟ لا، ما عنده. لهذا اجوا علماء الأخلاق، علماء العقيدة في هذا الباب، يقولون حتى الجسم عنده ميزاته الخاصة. حتى الجسم الذي لا تشوبه بعض الذنوب والمعاصي له تلألؤ خاص، سواء بالدنيا أو بالآخرة، سواء هنا أو قاد، سواء بالعمل الدنيا أو بالعمل الأخرى، سواء بالنشر والحشر أو سواء بالعيشة هنا. لهذا تشوف الجسم كلما تباعد عن الذنوب بقي سالما. يبقى جسم الإنسان بعد مئات السنين، لربما بعد آلاف السنين طاهر. ليش يقولون هذا الجسم عنده شيء؟ وبعض الأحيان تشوف هذا الجسم له تلألؤ أكثر مما أنه يذكر، أكثر مما أنه مثلا يتحدث عنه. لهذا لما نأتي إلى المعصوم ما نريد نوصف أنه ما عنده ذنب، أعوذ بالله من هذه الأوصاف، هذه أوصافنا إحنا. المعصوم لما تقول كون ولا شيء من هذا الباب يطرأ على بالي وبالك أنه يكون لعد المعصوم. ليش؟ لأنه كثير من علمائنا، مو بس علمائنا، حتى في شباب زين أصابتهم الغربة. أنا كان أحد الشباب يقسم قسما أنه لما جيت لعد بلد الاقتراب في كندا في أمريكا ما فاتتني صلاة الليل، وأنا لي 17 سنة ما فاتتني صلاة الليل ولا ليلة واحدة، حتى في مرضي، حتى في شغلي وعملي. هاجر كل شيء يخالف الله. قال لي أنا ببلدي ما كنت ملتزم، لكن لما جيت هنا شفت الكرامة الإلهية اللي عندي بمذهبي بمسلكي بديني شيء آخر. الالتزام بعض الأحيان يبين في هذا الباب. لهذا كلما الإنسان اقترب من أهل البيت من الإمام عليه السلام يكون عنده ديدن خاص، يكون عنده لغة خاصة في جميع وجوده. لهذا أنت تشوف في القرآن الكريم، تشوف في الأحاديث يذكرون روايات آيات عن كذا نبي، عن كذا وصي، عن كذا شعب، عن كذا مجموعة، عن كذا عن كذا شيء زين. لكن لما تجي لعند أهل البيت عليهم السلام، لما تأتي إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام، إلى النبي وآله، تشوفوا أنت هذا الباب مو بس هيك يعني مجرد أولهم جيد منيح مثل ما يقول اللبنانيين، أنه الإنسان يدخل إلى هذا الباب بالتسليم. أنت لما تأتي إلى البيت آل محمد، إلى بيت آل محمد، يجب أن تدخل بالتسليم. ليش؟ لأنه كثير من الأشياء ما نعرفها، لكن بالتسليم والتدقيق من وراء. مو أنه ترد النبي والله يشوف يوم ما يشوف عند منامه، والله يسمع يوم ما يسمع عند منامه، وهذا ما خصني وخصني. تعال أول تعرف عليه شنو هو، تعال أنت شوف وين توصل إذا حجزت نفسك عما يكرهه الله، عما يحرمه الله، وشوف وين توصل. لهذا القضية المعروفة عن المرحوم
الشيخ الأميني. الشيخ الأميني يقول سنة من السنين راح للحج، فاجتمعت علماء السنة في مكة والمدينة من حفاظ الحديث، مو حفاظ القرآن فقط، حافظ الحديث عند أهل الحديث أقل رتبة يقولون 10,000 حديث يكون حافظ، وإلا المعروف من 70 إلى 100 إلى 150 ألف حديث يكون الإنسان حافظ. يلا يقولوا له حافظ الحديث، يلا يطون هاي الدرجة، وإلا 2000 و3000 حديث ما يقولوا له حافظ للحديث. الحافظ يكون عنده فد، وهذه كانت الآن في بعض المذاهب موجودة أنه احفظ هذا الكتاب احفظ هذا الكتاب، الآن أكو نوع من المسابقات يخلونها في حفظ الحديث. فالمرحوم الشيخ العلامة الأميني، زين، العلامة الأميني راح طلبوا منا أنه ليلة من الليال يجلس معهم على مائدة ويتحدثون حول الحديث. ليش؟ بما أنه هو من حفاظ حديث الشيعة. الشيخ الأميني لما كتب كتاب الغدير طول كتابة الغدير 23 سنة، خار بعض البلدان وتطرق وسافر إلى بعض البلدان بحيث بذل سنوات طويلة، مو شهر وشهرين، لف المكتبات مثل ما يقول كلها. هو بنفسه يقول طالعت في مكان من الأمكنة أكثر من 2000 عنوان كتاب، بعض العناوين اللي أطالعها بالمجلدات العشرات. يعني لما يجي مثلا ويقول أنا طالعت البحار، ما طالع لجزء منه في علي بن أبي طالب أو 3 أجزاء اللي موجود، يقول أقرأه من أول إلى آخر، أكتب قرأت كتاب البحار مو مجلدات البحار. اللي إحنا اليوم هم إحنا هم أطفالنا تقريبا ما عندنا مطالعة، فينا نقول أميين بالمطالعة، ما عندنا هذا الباب. قالهم أنا جيت للحج ما جاي لعد هذه التفسيرات وهذه المعاني، أنا جاي أتعبد. فأصروا عليه أن يحضر على مائدة عشاء. يا عمي إذا ما تحضر تعال تعشى ويانا، نراك وترانا، لأنه إحنا سمعنا عنك أنه كتاب الغدير أنت أول ما كتبت الأحاديث اللي فيه من أبناء السنة، من أبناء العامة، من حفاظ حديثنا، فأريد نشوفك بالله منه أنت اللي إحنا ما عارفين إيش نجمع كتاب. إجا، فمن إجا حفاظ الحديث كانوا بالحلقة المتقدمة مكان واسع، تقدم يقول من أبناء الحديث حفاظ الحديث تقريبا العشرات، بلغ عددهم إلى 70-80 أكثر أقل، المعروفين منهم متقدمون. رادوا يتطرقون إلى الواقع اللي كانوا وراءه، يقولون بويا وين العلامة؟ قالهم أنا ما جئت لهذا، جئت أزور، فاستجابة لدعوتكم جئت على مأدبتكم. أكثر من أجل تسألون، قالوا لزين مولانا احنا نريد نجيب احاديث، هاي خب بعد ما بها مشكلة، ما نريد نفاوضك، كل واحد من العلماء يجيب حديث. بلشوا من سماحة السيد الحاج لابو علي واجن دور، وصلوا لعد الشيخ الاميني، قالوا انا قلت لكم، قالوا له مولانا مو بحث، بل انما نريد ان تذكر حديثا اعجبك هذا الحديث او يليق بهذه الجلسة او هذه الجلسة تليق بهذا الحديث. حشروه بهالزاوية هاي. فالعلامة الأميني قال في كتبكم، في قواميس أحاديثكم، في ملمات صحاحكم، يعني أقول لكم السند منين، في من لم يخطئه حافظ من حفاظكم. يعني اللي أقلكم إياه ماكو بيرين وشين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. مثل ما يقول كلهم صاحوا الله أكبر، كبروا أنه بصحة هذا الحديث وليس عليه غبار، ما عليه غبار، هو هذا الحديث الصحيح.
وين نريد ننتقل من هذا الحديث؟ وين نريد نروح من هذا الحديث؟ نريد نقول هذا الحديث شقد عندنا من وزان هذا الحديث في قلوبنا في نفوسنا تجاه أئمتنا. أنا إش عندي؟ وإذا عندي هل جريت في البيت مع عائلتي مع زوجتي مع أطفالي مع أمي مع أبوي مع أخوي مع أختي مع جاري مع من يحضر بالمجلس مع ابن عقيدتي مع ابن مذهبي مع ابن اللي يكون لربما يشاكلني بالولادة وإن لم ينتمي ولا أنتمي إليه بالنسب القريب، زين من باب أنه أبناء آدم وحواء. بالله أنا شقد أفهم لعد هذا الحديث، وهذا الحديث ماذا يعطيني؟ وأنت تقول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميت جاهلية، كم واحد يعرف إمام زمانه منا إحنا؟ الحجة ابن الحسن وينه؟ إيش عندي منه؟ وأنت تريد تشوفه وأنت دائما مكشخل على أبوك، على زوجتك، على أطفالك، على بيتك، على عائلتك، على أخوك، على صديقك، على شيخك. هسه الحمد لله طلع الفيسبوك وسوى له سايد وقام يكتب، أول ما يكتب يريد يكتب على الله، يقول واحد شاف جماعة يتصارعون، قال أنا هم مصارع، كم يال يجي صارع يضربه بالنص. قالوا له أبوي أنت مو مال هاي القرية، أنت روح صارع ذول اللي بالمدينة، إجي يصارعهم. ياهو اللي يجي له يصارع. قالوا له أبوي أنت مو مال المدينة، مال المحافظات. فصارت بالنسبة لعد المسابقات شارك نجح. قالوا له أنت دولي، قام يشارك الدولي ما واحد يجي إلا يضربه بالأرض. يقول هذا شوية انتشع، قال شا أنا ما يفيدني. يوم من الأيام مجتمعين عليه ويمدحون الجماعة، يقول صعد له على تلة، قال له إلهي حتى جبرائيلك وميكائيلك ما راح يقدرون علي والعياذ بالله، أنت تعال. شوف الجهل وين وصل بي، انت تعال وانا وياك. يقول ماكو، اجى للبيت اصابته حمى، جابوا له الطبيب قال هاي الحمى تستدعي الى امرين، اولا ضوء كل لا يكون عنده الا ضوء الشمس اللي يدخل من الشبابيك او شيء مثلا مثل ما يقول الغرفه هاي، اكثر من ايش ما يصير عنده. بعد الشيء الثاني قالهم لا حد يكون يمه، كل ما بكم خلوه لحاله، لانه طبع جسمه هذا يريد يكون الاختلاف بنفسه. هسه هذا الطبيب ياهم انا اعرفه من ذي، يقول سبحان الله خرجت فارة من زاوية الدار اخذت تأكل باصبعه، ما يقدر يحرك رجله لا ايد ولا رجل. فانتبه من بعد وصبعه يخردم مثل ما يقولون، زين انتبه لعد نفسه. سبحان الله لم اقدر على ازاحة فارة ومحاربة فارة، كيف أنا صعدت على التل وصيح الله تعالى انزل لي ودالي فارة هيك سوت بي؟ الصراحة الفارة والدمير ايش صاح لعد أهله، ركضوا عليه شافوا الدماء ترشح منه، ما الذي جرحك؟ ما الذي قالهم والله فارة طلعت عليه، دوروا الفارة ما لقوا فارة. قال سبحان الله دعوتي وتهتكي على ربي وبما أعطاني هيك سوت. قالوا بعد أنا ما أحارب ولا أصارع ولا شيء، بل إنما أنا خادم لكل من يخدم فقيرا، وياز وترك. فبعض الأحيان تشوف واحد يريد للمحاربات العجيبة الغريبة، أنت ما تعرف تقسل أمورك ودرن قلبك وجسمك، رايح لعد أهل البيت وتتحكم فيهم، شنو أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ لهذا تشوف بعض الأحيان شبابنا أو مثلا تجي موجة وخذتت، ليش؟ لأنه الثقافة الإمامية ضعيفة عندنا. بابا السيد المرحوم السيد أحمد الخنصاري مدفون حد العلامة الطبطبائي، قم من تروح قل وين العلامة الطبطبائي، قلوا لك ها. ما في أحد من علمائنا الكبار إلا ويقول إذا كان المعصوم لا يستدل عليه فمن أراد أن يستدل على المعصوم بخلقه بتقواه بإيمانه فلينظر إلى سيد أحمد الخنصاري. كتبوا عليه، حتى السيد الإمام كتب أنه تالي تلو المعصوم في زماننا هو سيد أحمد الخنصاري، توفى أول الثورة سنة الثانية الثالثة. أنا حضرت تشيعة أول ما رحت للحوزة، فكانوا يحكون عنه عجيب غريب. كان لأجل مسألة حدثت مع زوجته نزع نفسه من المرجعية،
قال لا حد يقلدني، أنا خاف ما عندي عدالة. شوف وين وصل هذا الإنسان، إنسان عجيب غريب. أحد تلامذته يقول كنا ندخل ومرت بها نوع من المرض الهذيان، بس تشوفنا ندخل ندرس عدة عشر أنفار كنا، كانت تدق الباب عليه تشتم تحكي ما أدري شنو. يقول أنا قلت له مولانا شلك بها هذه طلق. قال لي سبحان الله، أتدرس قال الصادق قال الباقر وتستقي؟ تبهت تبهت مؤمنة مسلمة، ما قال زوجته، قال له مؤمنة مسلمة مريض، عطل الدرس كله. قال الدرس اللي ما يربي ما لهذا، عنده مدارك الأحكام مرت علينا مدة في قوم، قالوا اللي ما هو بيته هذا الكتاب مو المكتبة ناقصة، فقهه ناقص، بحيث اضطرت العلماء أن تطبع وتطي مجانيا حتى لا يقولون لأجل الفلوس اشتروا الطلاب. شوف وين وصل هذا الإنسان. زين، لهذا مرحوم العلامة الأميني عبد الحسين الأميني، هذا قال لهم زين هذا الحديث في صحاحكم في نقلكم عند كباركم هو من أصح الأحاديث، صحيح ولا لا؟ قالوا نعم. قال لهم أسألكم سؤال، هل كان للزهراء إمام سلام الله عليها أم لا؟ قالوا طبعا. قال من إمامها؟ يا هو إمام السيدة الزهراء، إمام السيدة الزهراء إمام فاطمة من هو في زمانها؟ هل أبو بكر؟ هل عمر؟ شافتهم اثنينهم كانت في زمن أبي بكر. إن قلتم أبا بكر أن أبا بكر هو إمامها فكيف تدعو عليه؟ واحد يدعي على إمامه يجوز؟ صحيح. لأدعون عليك صباحا ومساء ما خلصنا، ولأدعون عليك دبر كل صلاة وهي فاطمة. لهذا قال لهم إذا أبو بكر وعمر هم أئمة فاطمة أو إمام فاطمة، لوحدها هناك مكة، بحث علمي هذا مو مال جسمه. قال لهم إذا كانت فاطمة لها إمام، هل إمامها أبو بكر؟ إذا كان أبو بكر كيف تدعو على إمامها؟ يجوز الدعاء على الإمام والعياذ بالله؟ بس أنت تدعي على صاحب زمانك وتدعو لصاحب زمانك، ها؟ انتبه لي شوي. لهذا معرفة الإمام هي الشرط في الحياة. المرحوم السيد أحمد الخنصاري قالوا له مولانا أشهد أن عليا ولي الله، أين مقامها في الاستحباب والإباحة؟ قال أراها من الواجبات. إحنا نجي طلعنا لنا كتاب مثلا عن التيجاني برحلته، وشفت لي واحد عراقي وقدم لي مرق وبلحمة وقدم اللحمة إلي وقدم الكذا، ومن هناك رحت لعد السيد الخوئي، ومن هناك انطلقت لعد السيد الصدر، والسيد الصدر قال نقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أن علي ليس كما يؤله ويقال به إله، وليس كما يشتموه ويكفروه، فنحن نقول ولي من أولياء الله. لكن لما تجي لعد الرواية تشوف لا، الرواية عد أهل السنة، لقد قام سلمان مؤذنا أشهد أن عليا ولي الله، وقيل لرسول الله أن سلمان يقول كذا، أن أبا ذر يقول كذا، لعد واحد يقولهم خير ما قال، لعد واحد يقول إي والله هكذا، فقولوا كما يقول. الشهادة يقول من أول إجت. لكن تعال شوف السيد الخنصاري شلون يعطينا معناها، كيف يعطي معنى الإمامة بالتوحيد. يقول بابا انظر إلى من عرف لنا التوحيد، ايش قالوا عن التوحيد؟ إنه في يوم القيامة يظهر علينا شاب أمرد، زين، فيقال لنا هذا ربكم الذي أخفى نفسه عنكم. يو يقول لما تنادي جهنم يقال لها هل امتلأتي، فتقول هل من مزيد، فيضع رجليه رافعا عن ساقيه يضعها في جهنم، فتقول فوعزتك قطي، يعني بس أنا اكتفيت من رجلي. قال هذا تفسير لمن يدعي الإمامة وهو غير إمام. تعال شوف تفسير
أئمتنا للتوحيد شنهي؟ تفسيرنا للتوحيد شنهي؟ التوحيد يذكر في القرآن الكريم له من 7 إلى 11 معنى: توحيد الذات، توحيد الصفات، توحيد الأفعال، توحيد الخالقية، توحيد الرازقية، توحيد. هذا الباب من تجي تشوف أهل البيت عليهم السلام والإمام الصادق عليه السلام في زمنه قد حاجة جماعات طويلة عريضة، وكلهم أسلموا وكلهم أفحموا. زين، هذا توحيد علي بن أبي طالب وتوحيد أشهد أن عليا ولي الله. إذا ظليت وراء ذلك شو تسوي؟ تحز الإنسان من وراء وتكبر عليه، منين جاك هذا التكبير؟ لهذا الشيخ الأمين يقولهم: هل أن فاطمة تعرف إمام زمانها أم لا؟ قالوا نعم. قال: إذا تعرفه من هو؟ إذا هذا اللي تقولون عنه هسه خليفة وهو الإمام، فكيف تدعو عليه فاطمة؟ وإنه يقول فيها أبوها رسول الله: فاطمة مهجتي، فاطمة بهجة قلبي، فاطمة هي التي إذا رأيتها إذا وتشوفها البنت، مو بنت عادية، مو بنت وبنتك، أنا أرتاح لعد بنتي أنت ترتاح، لكن رسول الله عنده من البنات، عنده من الأشياء الأخرى اللي موجودة في بيته، عنده من الأزواج ما فضل. ليش؟ حتى زوجته خديجة يأمرها أن فاطمة بضعة مني فإنها الشافعة المشفعة في أوليائها. ما قال لعد خديجة بابا أنت، قلها هذه ترى غير شيء، وهي أفضل من أمها، أفضل من جميع ما خلق الله. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو. المحاججة العجيبة القريبة الإلهية في صفات المرأة كيف تكون، خلى فاطمة سلام الله عليها في هذا الباب. فكبر بعضهم حينما قال المرحوم السيد الشيخ الأميني أنه هذا الإنسان زين، من هو الإمام؟ من هو الإمام؟ زين، الإمام هذا تدعو عليه، والآخر الذي كان إمامها تدري شو تقول له؟ السيدة الزهراء حينما أخذوا عليا، هي ما كانت وراء، لكن لما دخلت عليها فضة حاملة محسن الصقط وضعته على زاوية، يقول قالت: أين علي؟ بكت فضة، وفي رواية لطمت رأسها ابنتها زينب على رأسها، قالت: أمه إنهم أخذوا أبي عليا. فهي بهاي الحالة امرأة تسقط حملها، تركض تقوم وتقع إلى أن لحقت به يجروه جرا، يوصفون أصحاب ابن عباس وهو يوصف نفسه: كنت أقاد كالجمل المخزوم، يجروني جر وما راح بكيف. قالوا: تعالوا. حتى هي راحت منا، حتى تاريخنا راح منا. يقول: فلما وصلت إليه شافت ما ينطوها مجال، فعلقت، علقت أو علقت به بمحزمه. شلون ما يردون يشيلونها؟ شلون ما يردون يفصلونها؟ ما انفصلت. الإمام الصادق يقول: والله ما تركت أبي عليا، ما تركت أمنا فاطمة، ما تركت أبانا علي، إلا أن أمر بضربها بالصوت. ضربها 6 أو 7، كل صوت وقع عليها، كل صوت وقع علي أمنا فاطمة سلام الله عليها يسوي بها إما أدماها أو أعابها. يقول: العين لما انضرب بالصوت، العين لما انضربت بالصوت فأعميت، فلهذا كانت معتورة. الإمام الحسين عليه السلام لما يصر عليه تكشفه يقول: ما رأيت لأمي عينا، بل إنما رأيت لها دما جامدا. هاي اللي ما تكشف عينها إلى يوم الوفاة، إلى يوم الشهادة. لكن تعال شوف لما وصلت شد قل له: قعدت، جلست، أرادت أن تدعو، صاح لعد سلمان قل لها لا تدعو، يجي من بر، يجي من داخل المسجد أمير المؤمنين، تقوم له بهالحالة بهالضعف بهالارتعال، تقول له: أبا حسن، يا أبا الحسن، روحي لروحك الفداء،
ونفسي لنفسك الوقاء. وين هاي المرة تحصل هيك؟ نسواننا وين؟ بناتنا وين؟ أخواتنا وين؟ زين عندنا هذا الشوق، عندنا هذا الشيء، عندنا هذا التكاثف، هذا التكامل، هذا التعاضد، هذا التعاهد في البيت. روحي لروحك الفداء ونفسي لنفسك الحمى والوقى. يا أبا الحسن إن كنت في خير كنت معك، وإن كنت في شر كنت معك. كنت بخير فاطمة وياك، وكنت بشر مثل هذا اليوم فاطمة وياك. قال أهذا إمامها أم ذاك الذي تدعو عليه ليلا ونهارا صباحا ومساء ودبر كل صلاة؟ كفوا عنا ولا تسألونا ولا تتحرشوا بنا. ويقوم الشيخ الأمين يقول بس طلع من المجلس الراوي اللي يقول رأيته في المجلس كالأسد، لكن حينما خرجنا في المدينة يقول كنا، قال أمل بنا على بقيع أهل محمد. قلت له مولانا منه اللي عرف الأئمة؟ قال انظر إلى درجاتهم، من جملة من عرف الإمام أو هكذا. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام لعبد سلمان وأبو ذر لما كان يسألوا على معنى الإمام أو تفسير الإمام بالمعنى أو بالعلم النوراني مو بالعلم الظاهري، أن الإمام لا يحصل له، أن الإمام كذا، أن مو بالسير هاي يقولهم لعمري أن ذلك واجب على كل مؤمن ومؤمنة، إنه لا يستكمل أحد الإيمان حتى يعرفني كنه معرفتي، فإذا عرفني بهذه المعرفة فقد امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام وصار عارفا مستبصرا. من قصر عن معرفة ذلك فهو شاك ومرتاب. معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل معرفة بالنورانية، وهو الدين الخالص. من أقام ولايتي فقد أقام الصلاة. إقامة ولايتي صعب مستصعب لا يتحمله أو لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. فالملك إذا لم يكن مقربا لم يحتمل، والنبي إذا لم يكن مرسلا لم يحتمل، والمؤمن إذا لم يكن ممتحنا لم يتحمل. ماكو واحد هيجي عرضت على الأنبياء. لهذا أمير المؤمنين يقول أنا محمد وأنا من محمد ومحمد مني. هاي المعاني حكي قوترة وتطلع يعلي ابن أبي طالب والله ذاك اليوم مستند على شزمه وشارب له قهوة وشاي يعني. هؤلاء لا ينطقون عن الهوى. فكيف نتعرف على إمام؟ هسه اليوم الحسين عليه السلام لو ما نقرأ مصيبته أصلا عرفنا منه شيء، نعرف بس المصايب. والمصايب إيش كثر؟ المصايب إيش كثر؟ أدي عندنا من مصيبة أبي عبد الله عليه السلام وليه شيء يصير عليه. لكن لما نأتي إلى معرفتهم، الشيخ الأمين يقول لهم شوفوا، يقول لعد أصحابه شوفوا من الذي بعد درجات الإمامة بالعصمة الكبرى من الذي دنا منهم؟ فمن الرجال أبو الفضل العباس عليه السلام، وصل إلى درجة بحيث يقول الإمام الصادق إن في يوم القيامة يقبضه الشهداء والعلماء في درجته، لأنه لم تكن فوق درجته إلا المعصوم. ماكو بعد واحد. قيل ومن النساء؟ قال زينب سلام الله عليها، هاي أم المصائب اللي عدها المشاكل كلها. زين شوف مثل هذه الأيام إيش مرت عليها. إحنا نقرأ الحزن والروح، لكن أكو حالات بالتاريخ يقول الميت يذكر في يومه في ليلته. هسا إيش سووا له؟ في الليلة الثالثة، في الليلة السابعة. أنا شفت كنت قبل بلبنان أكو عادة في بعض المناطق في لبنان 3 ليالي الأولى على القبر ينصبون خيمتين، مو خيمة واحدة، أو بعض المناطق في خيمة كبيرة ينصبوها، يتداولون القرآن 3 5 7 10 شقد عدة أصحاب
هذا يقرأ منا، هذا يقرأ منا، بحيث أنه يقولون حد الأقل من 3 ختمات إلى 5 ختمات في هذه 3 أيام في نص الليل. هاي بلبنان زين. فتشوف هذا القرآن ما يهدأ، وذول الجماعة اللي يروح للخيمة الثانية اللي يقولوا لها عندهم خيمة التلاوة وخيمة الراحة. خيمة التلاوة ما تبطل ولا دقيقة من القرآن الكريم، وخيمة الراحة يا هو اللي يتعب يأخذ لفت غفوة مثل ما يقولون ساعتين ثلاثة هناك. قلت لهم شنو هذه؟ ليش هي تتسوون؟ بعض علماء قالوا شيخنا طبقا للروايات تهون على الميت، أكو بعض أجزاء الميت لعد 3 أيام بعدها فيها حياة، لعد 7 أيام وهسا عندنا لعد 40 يوم يقولون الشعر ينمو عند الميت أو 70. فهاي الأشياء الموجودة يقولون تأخذ لما تسمع الصوت، الصوت شوف هسا اليوم وين وصلوا به، وين وصلوا بالصوت. وذاك اليوم واحد داز لي على الواتساب داز لي رسالة يقول عالم عارف بالأصوات أنه الحروف هذه إذا تركبها زين، أو هذه الموسيقى إذا تجيبها، هذه الأوتار إذا رنت على رنين خاص فإما تفيد وإما تنقص من الإنسان. من جملتها يقول هذا العالم يقول أنا رحت طرقت لعد الأديان مثلا شعدهم من كلمات اللي دائما يبتدئون بها أو تكون رمز بينهم، فشفت بعض الكلمات عند هذا المذهب عند ذاك الدين. يقول جئت إلى الإسلام فرأيت شيئين في كتابهم زين وفي سننهم، وهي بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف. يقول هذه الحروف من جملة تأثيرها على اللسان، على جوف الإنسان، على بطن الإنسان، على معدة الإنسان، دعوني وهذا بل إنما إن لم نقل في جميع جسم الإنسان فتعالوا إلى الفم. هذا الحلق اللي نقول عليه يقول إن كلمة بسم الله الرحمن الرحيم قبل الطعام في نوع من الميكروبات، في نوع من الجراثيم الموجودة، لا تقتل إلا بالصوت. بيك خير وخلي صابون، بيك خير وخلي معجون، بيك خير وخلي شيء، لا تقتل إلا بالصوت. فالصوت الذي يقتلها قبل الأكل وقبل الشرب وفي كل حال هو صوت بسم الله الرحمن الرحيم، تركيبة الصوت. وتشوف إيش قد عندنا تأكيد لهذا الباب، لهذا المعرفة اللي تكون عندنا للإمام، المعرفة اللي تكون عندنا لعند أهل البيت إيش كثر. وتعال شوف من الذي عرفهم. السيدة زينب سلام الله عليها عندها معرفة خاصة في هذا الباب، وهذا الصوت القرآني إذا يدوى في البيت يقولون إذا بيت في خشونة خلق في خشونة أدب فضعوا القرآن. هسه قبل خوي يقول لك اقرأ قرآن لأنه ماكو هاي المواد اللي موجودة اليوم، ماكو هاي الآلات اللي هسه من تريد تنام حط يتحط لك سيدي ويتحط له على مثلا كمبيوتر مبرمج وخلي يتلو القرآن كل 14 ساعة يختم القرآن. شوف حتى يقول الجدران تتأثر، تستنير بنور القرآن، تستنير بكلام القرآن. فكيف إذا القرآن الناطق زين؟ وشوف إيش قد يستدلون، شوف إيش قد من المسيحيين يكتبون حول رأس الحسين عليه السلام ويقولون كيف لا وهو ابن رسول الله ابن العصمة، فكيف لا يكون سلام عليك، كيف لا يكون هذا الباب. فقراءة القرآن، استماع القرآن، تبيان القرآن عنده تأثير عجيب قريب. لهذا السيدة زينب تقول كلما ألم بي وإذا بصوته رن بمسامعي، صوت القرآن الحسين عليه السلام وعنده الشيخ أستاذ من أساتذة الحوزة وأساتذة الفن ينقل أكثر من 340 مرة يقول كتب عن الرأس الحسين عليه السلام أنه يتلو القرآن. زين إحنا هاي الأيام إش قد كنا نقرأ قرآن، إش قد كنا نسمع قرآن. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، واحدة منهن أنه من هو المعصوم في حياته أو مماته، هل يختلف؟ هل يروح؟ لهذا السيدة زينب سلام الله عليها يقول لما صارت السنة سنة 62 على البحث اللي موجود بهم يقولون 7 شهور وماتت هي، بهم يقولون 16 شهر بقت، يعني بعد ديرة السنة ب4 شهور استشهدت السيدة، توفيت السيدة زينب سلام الله عليها. وحتى المقام مالها، شوف هسه احنا عندنا مشاكل حتى بالتاريخ، ان شاء الله نوصل الى حتى بالتاريخ، ترى ما عندنا تاريخ صحيح. قل لي يمتى توفى النبي؟
60 هو ذا يقول لك عصاي افضل من محمد، شو تقول له هذا بعد اللي قرب تاريخ النبي امتى صار انت مات؟ هاي مشاكلنا اللي يصير، وهذا ليش؟ لانه تزعزعنا رجعنا لا قدير ظل عندنا لا شيء. هسه قاموا يشككون، شوف كتبهم، شوف كتبهم يقولون لا من الذي يقول في يوم عاشوراء قتل الحسين؟ بيوم 17 بيوم ربيع حصل قتل، بيوم رمضان انقتل. زين ليش هذا؟ لانه هاي الامامه انقصدت، مثل ما يقول السيد القنصاري رحمه الله عليه، يقول ان لم تكن اشهد ان عليا ولي الله فلا توحيد ولا نبوه لنا. واذا النبي حطونا يرقص، اذا النبي يشيل مرته على كتفه وينظر الى من يضرب بالطبول والمزامير، شو تقول له هذا؟ اذا يقول كنت مع رسول الله فمرينا على بيت فاخذ قال ادر بوجهك عني، قلت ماذا تصنع؟ قال اتبول والعياذ بالله، فاخذ يتبول على باب الناس حتى خرج الرجل فكره ببوله. شو تقول له هذا؟ هذا شو هذا؟ وين هذا؟ هذا باي منطق؟ باي حيوان تريد تحاكي؟ حيوانية الحمار بحيوانية البقر؟ شلون تريد تقول له؟ وين يفهم هذا؟ لما تجي لعند مذهب آل محمد يقولون والله ما ظهر منه شيء، تعال شوف السيدة زينب سلام الله عليها، وتريد تزور من؟ تزور أخيها الحسين في ديرة السنة. خلوني أزور الحسين، إجا خبر لا ممنوع، جاهزين حالهم لعدر الرحيل إلى كربلاء منع. الإمام زين العابدين عليه السلام قال عم إنهم يمنعون. قالت إذن أنا وأنت ما نأخذ العائلة بس أنا وياك. أخبر الوالي قال أيضا منع، ماكو تطلعون، شو تسوي؟ هذا الجانب المأساوي لما تجي لعد هيك شيء. قالت إني أود أن أحضر على قبر أخي وابن أمي. ممنوع سيدتي، عمتاه إنه منع هذا السفر، ممنوعين من هذا السفر. قالت لك شو اسوي؟ دعيني احاول. ويحاول الامام مره ومرتين وما تصير، لكن وين صارت القضيه؟ وين صارت القضيه؟ الى ان يجي الدور لعد الامام زين العابدين عليه السلام، يقلهم دعوني انا وعمتي نذهب، لم نبق الا ليله واحده ونرجع. يقولوا له لقد منع الأمر من يزيد، مو منا إحنا، مناك انطونا إعلان أنه ما حد يزور القبر، هذا القبر اللي ما حد يشوفه. شو تقول له هي؟ قل كانت تجلس في دار الحسين في مقام الحسين من مكان إلى مكان. ناشن تجلس شايف إذا عندك عزيز؟ أنا رحت هسه لعد البيت مثلا أشوف الوالد وين كان يدرس، هذا أبوي اللي إنسان عادي صحيح عالم بس ما هو معصوم مثل الأسف، شوف أنه أنا جالس أريد أن أملك نفسي من البكاء ما أقدر، أقبل مكان اللي جلس فيه الوالد، أقبل مكان اللي تجلس فيه الوالدة، علّه أنه شوية الإنسان يرتاح. كنا هيك مواردا زين، عندي أستاذ بعض الأحيان شفتم يخلي إيده دائما على مكان، أقبل ذلك المكان الذي يضع يده هذا الأستاذ العظيم زين، الإنسان الكريم الذي يعلمنا الذي فكيف إذا زينب والحسين ومرة تشكي السيدة الزهراء تقول له أبتاه إني أشكو لك أمرا، يقولها خير بنية، تقول له هذه البنت من صارت إلى الآن أشوف حالة بينها وبين أخيها الحسين، شنو هي الحالة؟ يقول له إذا بكت بمجرد تلمح الحسين تسكت وتضحك، إذا نامت دخل الحسين فاقت، إذا خرج الحسين بكت. ما طفولتها تريد تشوفها، تشوف السيدة زين وتشوف الأخت، عدي أخت والله هميك أسوي لها، هميك أكون مع أختي، هميك أختي وياي، والله عدنا خواتنا هميك قايمين بواجبهم، ما تعاليم كربلة مو بس أنه والله بس تعالى شوف والله شقد عدهم أدب، والله وين هاي الآداب اللي عدنا زين. والسيدة الزهراء تنقلها، يعني هاي لما ينقلونها مو بس على مشارف الكتب ومشارف المنابر، لا لا والله شقد تاخذ عندي أنا دور بالنفس بالها.
يقول كانت تجلس في مكان وتقوم من مكان وهي تبكي، ها هنا مجلسك، ها هنا كلامك. بس يقول مرت على دار جرحت القلوب، أم البنين تقول أنا قلت لعبد الإمام السجاد أنه هذه الدار صكة وبعضها، أو تبني بالباب بناء، لا تخلي هذه الدار تدخلها زينب. يقولها ليش يا أم؟ تقول لي أنها إذا دخلت أول شيء، هانا كان الحسين يجلس مجلسه الخاص في مجموعة من أهل بيته الخواص، مو كل واحد يجلس. هذه الدار شووا بها، أمر الوالي أن تهدم، سقف ما يظل عدها زين، هذا السقف من يتغطي يغطي مكان الحسين. يقول من هدمت على ما كان حتى من فراش الحسين. أخي إن سرى جسمي، أخي إن سرى يا جسمي فقلبي كربلاء. بكربلاء مقيم إلى أن ينقضي مني العمر. سوى اشتد وعصوا صبا ويا الأمر. ينقل هاي الأبيات المرحوم القزويني، يقول هي التي شعرتها السيدة زينب في مثل هذه الأيام. أخي أنت عن جدي وأمي وعن أبي وعن أخي المسموم سلوان ولي ذخر، متى شاهدت عيناي وجهك شاهدت وجوههم الغراء وكان بك اليسر، ومذ غبت عني غاب عني جميعهم، ومذ غبت عني غاب عني جميعهم، لا جد ظل لا أبو لا أم لا أخو، هذول كلهم شبتهم بس واحد ورا واحد، لكن أنت من رحت فد مرة هم غابوا عني، ليش كانوا يتلألؤون في وجهك الشريف؟ خويا ومذ غبت عني غاب عني جميعهم، ففقدك كسر ليس يرجى له جبر، أنا والحزن زينا ما بنيران القشم، والله أنا أم الحزين زين أبو نيران الحشر ونيران الألم ونيران الحزين، بحشاي تسر وعقب عين حسين بويا ما ريدن بعد دنياي، أنا الفارق الجثام أنا الفارق الجثة ورحت ميسرة ويعداي، خليت أورد الجسم بيد القبر نزلا، أيوا زينبا وعباس. قلت لك هذا الندى منين؟ حول المخيم الحسين من طاح العباس، مو يجي يذكر زينب تقول شفته يمشي ورا المخيم وهيك ينادي، أيوة زينب وعباس.
ثوبني يا أبويا، أنا الحزين ثوبني، وأنا الشاهد الطشتين، شبد الحسن واحد بي واحد بيخ راس، شبد الحسن شبد الحسن واحد بي واحد بيخ راس. يا أبويا يا أبويا وسهام الدغر قلبي فقد حسين صابن، صحت صحت أنا الشاغد تنار إلا النار شد من نار، والله نار الحرقة خيامي ونار حرقة باب الدم، باب الدار أنا اللي شفت صدرين واحد رض رض المسمار، رض رض المسمار واحد كربلة خبرك خيول عدال رض ظل، اي والله علمي علمي بعد ما برد حزني، ويوم صيبتك أنا بجدني أنا طاحت على عيون وعمد، إلا أنا اللي وقفت مرتين والمرتين آذني، وقفة مجلس ابن زياد من شم ابن جذل، ولحد من اليمي يجي يمي وحش من قل له انا بتحيدر على امي الزهر، بتحيدر على امي الزهر، يا ابوي المصطفى وحيدر أنا اللي فجعني البين بهلي وصرت مفجوعة، أنا اللي شفت شفي للعباس مقطوع، والله أنا اللي شفت والله شفت أخي حسين يا ويل مكسر ضلوعه، يا أي والله مكسر الواحد يجي يمي وحش من، كأنما السيدة الزهراء مو تذكر بهاي الليالي، شو تقول لها؟ تقول لها يا يمه يا زهراء حسين اخي ما له اعوان، يمه حسين اخي ما له اعوان، يمه حسين سينك
يا أم قد قتل الحسين بكربلاء، يا أم ركني قد هوى وتزلزلا، يا أم قد ألقي حبيبك في العراء طريحا ذبيحا بالدماء مغسلا. وإذا بالصوت من فاطمة قل ويني لي واسيني صوتك والله ويني لي واسيني بدمي على ابني الذي حز ورقب وظلت ثلاث أيام. أولا ويلاه يا ابني ما حضرت اريد هل والنهاي وهل بيتي انا هذا البيت هذا اي والله وين اللي واسيني يا شيعه والله وين اللي واسيني يا شيعه على حسين ولا دور ضيعه على حسين ولده ورضي اي والله وابن والدي وابن والدي عين الطليعه ابو فاضل جفوفه قطيع قطيعة مطروح نايم على الشريعة يا مطروح نايم يا الشريعة يا ضيعت من فارقتكم والله من طوح الحاد وعفتكم يا والله تلفون عيلتكم يا مردتكم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآله واحشرنا في زمرتهم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. أرنا الطلع الرشيد والغر الحميدة واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه عجل فرجه سهل مخرجه أوسع منهجه اجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه برحمتك يا كريم روضة شهدائنا علمائنا مما تعالى الولاية أموات الحضور تعجيل الظهور حفظ مقدساتنا في النجف في كربلاء في الكاظمين في سامراء في العراق في لبنان في إيران في أفغان في الخليج في الحرمين الشريفين في كل مكان حفظ شيعة البحرين شيعة الحجاز شيعة اليمن الإسلام والمسلمين. اللهم هدئ بال الجميع بحق محمد وآله الطاهرين مراكزنا شبابنا فتياتنا ناموسنا بيوتنا عوائلنا. اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام بحق أبي عبد الله الحسين من مات ولم يحضر معنا ولقد استودع في وديعة الحق في هذا العام. اللهم ارحمه برحمتك إلى شبابنا إلى شهدائنا من حشدنا وجيشنا مقاومين مجاهدين في كل مكان حفظ مقام سيدتنا زينب وإلى رحمته من مات على الولاية لا سيما الشاب يوسف رحمة الله عليه وجميع أمواتنا اللي السلام يحضرون معنا ونحن على أثرهم إلى أرواحهم جميعا علمائنا مراجعنا العظام رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.